وموسيماني حضرات اعلن قائمه الفريق استعدادا لمباراه اليوم مع مصر المقاصه، وضمت قائمه النادي الاهلي 21 لاعب، هم محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو سوليه، وصلاح محسن، ومحمد مجدي قفشه، علي معلول، واكرم توفيق، وجونيور اجاييه، محمد هاني، ومصطفى شوبير، واخيرا وليس اخرا حمزه علاء. أسماء كلها كبيرة وأسماء مهمة، وأداء إن شاء الله يكون يعني أكثر من رائع، لأن أكيد مباراة في غاية الأهمية. كنا بنأمل، لو أنت فاكر وتحدثنا أكثر من مرة في الموضوع ده، إحنا كان عايزين المباراة دي تؤجل، ولكن مش مشكلة، ده اللي حاصل، وأعتقد الأهلي أدها والزيادة كمان زي ما إحنا بنقول، وده اللي إحنا بنتكلم فيه. وكالعادة هيكون حريص أكيد الأهلي على تحقيق الفوز، وإن هو يسير كمان خطوة بخطوة. مباراة دلوقتي التركيز بنتكلم فيها على مصر المقاصة، بعد كده لما نعدي البيج دي أو الصفحة دي هيبقى الإعداد بقى لمباراة كايزر تشيفز. وزي برضو ما موسيماني كان قال إن هو مش هيفكر في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا دلوقتي، أمامه مباراة يعني في غاية الأهمية، الدوري أمام المقاصة. وبالتأكيد هنقدر نقول من ناحية تانية إن من تنسيق بقى كامل، أو في تنسيق كامل كمان مع السفارة المصرية في المغرب، ده قبل السفر لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز. العادة يعني ما هياش حاجة جديدة، إحنا كل مباراة لما بتكون موجودة بصراحة البعثة المصرية بتكون على أتم استعداد، وبتكون يعني زي ما احنا بنعرض دايما يا كريم كلها الخدمات موجودة من ساعة ما بينزل أو تنزل البعثة لغاية لما بتسافر، فده اللي احنا متوقعينه حقيقي من الدبلوماسية والخارجية المصرية.